في البادي الأمر استلمنا ما يقارب 82 جثة يوم الخميس. كافة الجثث كانت مجهولة الهوية. تم الاتفاق على آلية سريعة لوضعها لغرض التمييز هذه الجثث لذويهم. تم تصوير الجثث مباشرة وتم وضع لهم أرقام تسلسل خاص، وتم نشر هذه الصور على ذوي الضحايا المتواجدين أمام مبنى الطب العدلي، وكانوا أعداد هائلة من الناس تم التعرف عليها وتم ترميزهم. صراحة في نفس اليوم يوم الخميس تم تسليم معظم الجثث ما عدا 7 جثث بقت لم يتم تعرف عليه. يوم الجمعة البارحة تم التعرف عليهم من قبل ذويه، كذلك تم تسليمهم. الحصيلة النهائية لحد الآن يوم السبت في هذه الساعة كانت الحصيلة 97 جثة، 64 نساء، 10 إناث أطفال، 8 ذكور أطفال، 15 رجال. للأسف هناك أعداد كبيرة من الجثث مفقودة، مجهول السبب، لا نعرف مجهول المصير، لا نعرف أين هم. أتوا بكادر خاص من غواصين الآن منتشرين على ضفاف نهر دجلة ابتداء من موقع الحادث إلى صلاح الدين وسامراء للبحث عن الجثث. نحن متواجدين في دائرتنا لغرض استقبال هذه الجثث في حال التعرف عليها. إحصائية أعتقد في بادئ الأمر كان هناك إحصائية تم تسجيلها برقم قياس، يعني رقم تقريبي كان 50، الآن تزايد. يعني صراحة الطب العدلي ودائرة الصحة ما لها علاقة بهذا الموضوع، من واجبات الأجهزة الأمنية مراكز الشرطة. تم توجه الناس كافة، تم إبلاغهم بأنه هناك مركز شرطة متخصص لغرض تسجيل أسماء المفقودين لغرض التطابق من ذويهم ومن الحصيلة النهائية للجثث.